مساء الفل في مواقف كتير كده بتحصل الناس بتختلف فيها حد مثلا مشجع الاهلي يقول لك انا عندي حق عندي حق والموضوع واضح انا مش بدعي المظلوميه انا بتكلم في واقع وهكذا, وهكذا 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 امور ممكن يعني لو انت عندك قدر كبير جدا من التسامح تقول انها اختلاف وجهات النظر تقدر عند مرحلة معينة من التسامح يعني والصفاء الذهني والنفسي إنك تسميها إختلاف في وجهات النظر آه وتقول إن كلنا في النهاية عاطفيين والعاطفة أحيانا بتحكم آرائنا بدرجات متفاوتة طبعا مش كلنا على نفس الدرجة لكن كلنا عاطفيين بطريقة أو بأخرى وبدرجة أو بأخرى وأحيانا بنختلف وهكذا 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 آه الحقيقة الموقف بتاع النهاردة ده يعني كسر الفكرة دي كسرها تماما لا يا معلم هو مفيش عاطفة ومفيش حاجة هي الصورة واضحة تماما 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 هي بالنسبة لي أنا واضحة من زمان بس أنا هنا مش مش بتكلم عن نفسي بتكلم عن أي متابع عادي مشاهد عادي للموقف ده يفترض إن الصورة تكون النهاردة تحديدا واضحة تماما ليه واضحة تماما؟ واضحة تماما لأن الأهلي نفسه كان عارف قبل الماتش ان الدوري بفرق الاهداف الاهلي شخصيا عارف ده وكاتب ده عنده انا مش بقول هنا ان انا شايف دي ده وهتشوف طبعا النهارده الاعلاميين المحترمين الجمال المحايدين هيسيبوا الاهلي ويروح يدخلوا مع اتحاد الكوره لان اتحاد الكوره ده طرف ضعيف مالوش جمهور يقول لك عشوائيه اتحاد الكوره اللائحه ما كانتش واضحه ما اصدرش لائحه اخرى بتاع الكلام اللي هو اللي بيعمله الناس عشان يحاولوا يدعوا شكل من اشكال الحياد والاحترام بتاع انه يروح يمسك في في الطرف الاضعف اللي هو اتحاد الكوره ده ويطلعه هو الوحش انا انا براهنك من دلوقتي ان معظم الاعلاميين المحترمين هيعملوا كده يعني يروح يمسكوا في الطرف التعباني بس انا هنا الحقيقه مش عايز اناقش الاعلاميين ومش عايز اناقش حتى جمهور الزمالك انا قلت من زمان يا جماعه الموضوع واضح تماما سيبوها وامشوا تبع كرة في أوروبا تبع كرة عربية تبع طول ما أنت موجود حتى لو وجودك ده بيعني الصراخ والشكوى فوجودك بيدور العجلة مجرد وجودك مجرد إن أنت عامل لايك وفولو لأكونتات رياضية وبتتابع برامج رياضية وبتتكلم عنها حتى لو بتتكلم عنها بإنك معترض فوجودك بيدور العجلة وجودك بيفيد استمرار الفكرة دي فامشي يا معلم امشي أنت أنضف من كده بكتير أنت أنضف من العفن ده ده عفن انت انضف منه يعني كل واحد كده بينه وبين نفسه يسال نفسه هل انا يليق بيا ان اكون جيك تبقى جزء من العفن ده؟ يعني بقى بقى كل واحد حر في الاخر يعني بس انا قلت الكلام ده لجمهور الزمالك من زمان يا جماعه الموضوع ملوش غير او السؤال ملوش غير اجابه واحده امشي سيبها وامشي وحتى مش امشي عشان تبوظ لهم اللعبه لا امشي عشان انت انت انضف من كده يعني سيبوا ماما ان شاء الله اللعبه تبوظ تفضل شغاله عادي جدا والناس تفضل مبسوطه انت انضف من كده انت انت كبني ادم انضف من كده وده كلام مكرر يعني انا قلته للجمهور الزمالك لكن انا عايز اسال سؤال فعلا للناس الاهلاويه آه لو انت شخص اهلاوي بغض النظر بقى ان انت آه يعني خلينا نبعد عن التفاهات بتاعت ان صاحبك زملكاوي قصف جبهتك وانت عايز تقصف جبهته والجو اللي هو التعبان ده من هيطلع منتصر في معركه قصف الجبهات انسى الكلام ده انت راجل اهلاوي بينك وبين نفسك كده بينك وبين نفسك لو انت شخص سوي سوي وشفت المشهد ده هل هتفضل برضو تفرح بالمكسب وتزعل للخساره وتعيش نفس المشاعر المشاعر الطبيعيه وكان اللي بيحصل ده بيحصل عادي وموجود في كل مكان وكده يعني كل واحد يسال نفسه السؤال ده ويجاوب عليه بينه وبين نفسه. حتى انا مش عايز حد يجاوب لنا، مش مهم تجاوبنا انا. لو انت واحد اهلاوي شفت المشهد ده تحديدا تحديدا كده اللي هو غير منفصل عن شخص سوي، انا بفترض ان انت شخص سوي. هل انت كشخص سوي هتفضل تعيش نفس المشاعر عادي بقى وتقول اه الحمد لله كسبنا سجدتين شكر؟ هل هتبقى قادر لسه تقول لشخص تاني ها ها ها, ها انتوا عندكم نظريه مؤامره لكن احنا جامدين جدا وانتوا مش عارفين تبقوا جامدين زي ده؟ على فكره انت مش جامد انت بتشجع نادي عادي انت اي حد ممكن يشجع نادي انت بتشجع انت ما عملتش انجاز. يعني فكره انك تشجع نادي ده مش انجاز خالص. وفكره انك تشجع نادي بالكيفيه دي بيعمل اللي هو عايزه في كل وقت فانت تشعر ان انت نجحت مفيش اي انجاز في الموضوع. نجاح بيتقدم لك على طبق عشان تحس بيه. هل انت لسه قادر تحس بيه؟ مش عارف الموضوع ده بالنسبة لي بصراحة سؤال أنا مش لاقي إجابة هل أنت لسه قادر تحس بقيمة أي حاجة ليها علاقة بالعفن ده؟ مش عارف لو أنت لسه قادر فده بيعني إن أنت شخص يعني مش عارف معرفش ممكن يكون مخك وضميرك معمولين من إيه معرفش فعلا معرفش أنا حتى مش بطلب منك تبقى ملاك مش بقولك مثلا تتحسب لك ضربه جزاء غلط فانت ترفع ايدك وتقول لا ضربه الجزاء دي مش شغل لا لا دي حاجات عاديه بتعدي في كل مكان في العالم وكل جمهور عادي بيعديها لفريقه وبتاع لانه بيبقى مقتنع تماما فاش كلام هل انت بعد ما شفتها لسه قادر تحس بقيمه اي حاجه هل انت لسه شايف ان قد يكون بس انت اللي مش فاهم صح هل انت هتروح تقول عشوائيه اتحاد الكوره منه لا اتحاد الكوره لا ما فيش عشوائيه العشوائيه دي تحصل لما يكون لما كنا انا مش قايل لك البطوله هتنتهي ازاي وانت مشيت بعدين جيت في الاخر انا قايل لك حاجه ده. لا ده انت شخصيا عارف البطوله هتنتهي ازاي انت شخصيا عارف واعلنت ايه اللي انت محتاجه عشان تفوز بالبطوله انت عارف ناديك عارف وبعد الماتش ما خلص قام مخترع حاجه ثانيه قام اتحاد الكوره ماشي ورا هل انت شايف ده شيء طبيعي قال انت لسه حاسس كده ان اه واحنا وجامدين وبتاع. يا معلم انت جامد خلاص انت جامد جدا كمان. سيبك بقى من فكره الجموديه دي. انت بتنتصر انت انتصرت يا معلم انت عظيم انت عنترة بن شداد. اركن بقى كل ده على جنب. انت بينك وبين نفسك وانت باصص في المرايه كده. حاسس ان ده شيء طبيعي وان وان انت لو فرحان في فرحتك دي مقنعه بالنسبه لك على الاقل مبرره. وخايف بقى مثلا لما يجي ماتش تاني خايف تخسر فتزعل وعايز تكسب فتفرح والكلام ده يعني لسه مشاعر الكوره الطبيعيه دي اللي بيعيشها كل جمهور في العالم لسه موجوده عندك؟ لو لسه موجوده عندك يا معلم يبقى الله معك مفيش حاجه تانيه تتقال فعلا الله معك